الله يبارك فيكم طال عمرك، وأعتقد الجائزة لفريق العمل وجميع المجتهدين الذين عملوا باجتهاد وكانوا هم أيضا يعني أساس التميز. لله الحمد، وأنا جدا فخور أن الحمد لله كنا من ضمن المجموعة المكرمين على مستوى الوطن العربي، وكان الحمد لله يعني رسالة طيبة يعني نوصلها للعالم، أن مؤسساتنا الإعلامية اليوم الوطنية الحمد لله تستطيع أن تنجز وتستطيع أن تكون متميزة. والعلاقات الحمد لله التي يعني بنت بالوكالة خلال الفترة الماضية الدولية وغير ذلك استفادت منها في بناء نفسها وتأسيس منظومة تتناسب مع التطور الموجود، وأيضا تحاول أنها ترتقي بمستوى العاملين وفريق العمل بشكل أفضل. جميل. نعم سعادتك، لو نتكلم عن الدعم اللي تقدمه حقيقة قيادتنا الرشيدة في تنمية القطاع الإعلامي وأيضا الإبداعي. طبعا أنا يعني خلال فترة يعني الوكالة خلال الفترة الأخيرة كانت طبعا بعد استقلاليتها، يعني هنا أتذكر شخصية يعني كان لها دور كبير في كل النتائج اللي احنا شفناها اليوم وكل الإنجازات اللي شفناها على الأرض، وهي يعني شخصية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة، يعني رئيس ديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس الوزراء. كان له دور كبير في دعم منظومة الوكالة ويعني دعمها بأنها تتجه نحو العالمية وتكون أيضا تحتوي على محتوى متميز، والحمد لله رب العالمين بتعاون إخواننا وأعزائنا في المؤسسات الإعلامية استطعنا أن ننجز هذا الشيء. والحمد لله أيضا من خلال دعمه ورعايته الكريمة للكونغرس العالمي للإعلام استطعنا أيضا أن نجعل هناك يعني فارق كبير في عمل الوكالة من الوكالات المؤسسات الثانية الموجودة الإقليمية أو العربية. أصبحت الوكالة الحمد لله اسم عالمي ينظر إليه بشكل مختلف، يقدر ويرفع يعني إلى مستويات عالية. هذا دليل أن قيادتنا اليوم في دولة الإمارات قيادة تستثمر في البشر وتستثمر في يعني الموارد الإماراتية وأيضا تستثمر في المؤسسات وتدعمها، والمطلوب من المؤسسات والعاملين فيها أنها تجتهد وتعمل كل ما تستطيع حتى أنها تصل للعالمية. دولة الإمارات دولة عالمية دائما تتجه إلى يعني المركز الأول، والإعلام وقطاع الإعلام أيضا مهم جدا أنهم أيضا يتجهون لهذا الاتجاه، وإن شاء الله تعالى يصلون إلى المستوى المطلوب، يوصلون رسالة دولة الإمارات ليس فقط على المستوى المحلي لكن حتى على المستوى العالمي. نعم آمين إن شاء الله، وأكيد على خطاكم سعادتك سنصل دوما للعالمية والتفوق المحلي أكيد في المرتبة الأولى. سعادة محمد جلال الرئيسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وام، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. عافيك ربي، شكرا.